التواجد ديالنا في فعاليات هذا المعرض، جينا باش نقدموا الأنطولوجية العالمية للموسيقى الأندلسية المغربية اللي نشاتها جمعية الموسيقى الأندلسية بالمغرب بتمويل خاص. وهذه الأنطولوجية الهدف ديالها هو الحفاظ على هذا التراث الموسيقى الأندلسي. هذه الأنطولوجية كتكون متشق فيه تسجيل 132 ساعة ديال التسجيل بسبعة أجواق من جميع جهات المملكة في الاستوديو، كذلك الشق ديال التنويت، والشق ديال التنويت على جانبين، التنويت باللغة العربية والتنويت بالنقحرة يعني الترانسليتيراسيون بالفونيتيك انترناسيونال باش كنفتحوا هذا المجال ديال هذه الموسيقى العالمية، وكذلك ابليكاسيون انفورماتيك اللي كتجعل انه يمكن لنا نتصنتوا ونقراو الموسيقى، نتصنتوا على الموسيقى ونقراو حتى بالطراطين. هذا هو، وهنا كيجعلنا اليوم كتجعلوا بهذه الانطولوجيا كيمكننا اولا نحسموا بانه الحمد لله كاين الحفاظ على الموسيقى الاندلسية، وكذلك فتحناها للعالمية، وكنتمناو انه تكون هذه مساهمة لتسريع بوضع الموسيقى الأندلسية المغربية ضمن لائحة التراث العالمي اللامادي ديال اليونسكو. جينا نحضروا في هذه المظاهرة الرفيعة اللي هي المعرض المغاربي للكتاب، وتحنا الفرصة باش نقدموا جوج المشاريع ديالنا مهمة بالنسبة للجمعية، وهي أولا الأنطولوجية العالمية للموسيقى الأندلسية اللي غيتكلم عليها السي عزيز العالمي، وثانيا واحد الكتاب قمت به كتبته عبد ربي وهو ضروري من الطرب الغرناطي. هذا الكتاب كنعتبروه أداة عمل كنحاولوا نوضعوها بين أيدي المولعين وخصوصا الشباب اللي كيتعاطوا المجموعات الصوتية باش يكون عندهم واحد المعلومات النظرية بالنسبة للآلة الأندلسية والغرناطي وما يجاور ذلك من أنماط في المغرب العربي والشرق وكذلك في إسبانيا والبرتغال، وتكون عندهم واحد الإلمام نظري فوق الإلمام العملي اللي هو الإنشادات اللي كيعملوها اللي كيقوموا بها في معرض دار الآلة دار البيضاء، بحيث كيتعلموا صنائع الأندلسي وصنائع الغرناطي، وكيتعلموا كذلك الملحون، وكيتعلموا كذلك السمع والمديح. كنحاولوا نساعدوهم في هذا الجانب هذا النظري باش يكون عندهم تسجيلات وتكون عندهم كذلك نظرة على هذه المعلومات النظرية باش نغنيوا المعلومات ديالهم المعارف ديالهم في هذا الميدان.